هلا هلا هلا. ايه يا بنتي؟ لا بقول لك ايه، لو الوضع استمر على كده انت لازم تشوفي دكتور. تفتكري؟ افتكر ونص. يا بنتي انت مش معانا خالص، لا شايفه حد ولا سامعه حد. ما تدوسيش على نفسك وخدي يومين اجازه. انا بفكر اعمل كده فعلا. ومستنيه ايه؟ ولا عايزانا نكلم لك الاتش ار؟ الو. ايوه مستر جلال. الشغل؟ حاضر انا جايه لك. اوكي اروح اشوف المأسوف على شبابه ده عايز ايه. بس بقول لك ايه، انا عايز ارجع ما لقيتكيش هنا. اوكي مش عارفه انا معاك تسليمه النهارده؟ لا والله ما اعرفش، بس عموما النهار لسه ما خلصش، قبل ما اروح هيكون خلصان. بطلي لهجه التحدي دي، انا هنا مديرك في الشغل. تحدي ايه؟ انا بتكلم عادي جدا وسايبه ايدي اهو. زي ما رحتي عادي جدا لشركه الدعايه والاعلان وتقول لهم ان انا بطلع اشاعات ان انا مرتبط بميرال، صح ولا انا غلطان؟ على فكره ما تنكريش، انا سالت وعرفت كل حاجه. حصل، وحصل فعلا انك طلعت اشاعات بالمعنى ده عشان توصلني. وعشان غيران عليا يا منى. تبوظي لي سمعتي؟ غيران على مين؟ لا بصراحة دي جامدة، أنا أسوأ قدرتش أمسك نفسي. منى أنا عملت كل ده عشان خاطرك، عشان خاطر نرجع لبعض. صدقيني أنا بحبك أوي. مستر جلال أنت لسه من يومين بتقول لمرار إن المكتب ده مكتب شغل مش مكتب غراميات، عيب أوي لما تقول الكلام ده ما تعملوش. طبعا أنا اللي قولي إن أنت هتفكري حتى لو في الآخر هترفضي. وبعدين بقى خلاص يا جلال هفكر وبرده هرجع في الاخر وارفض. ارتحت كده؟